السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا لهذا اليوم اللي هو النسبة المئوية والكسور. النسبة المئوية والكسور. بالنسبة للنسبة المئوية والكسور، خلينا نعرف أنه شنو هي النسبة المئوية. هي النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني 100، حدها الثاني 100. يعني شنو حدها الثاني 100؟ يعني مثلا 12 على 100، شلون نكتبها؟ نكتبها 12 بالمية. يعني احنا لازم نوصل المقام الى المية على مود نقدر نكتب نسبة مئوية. زين، يمكن كتابة النسبة المئوية على صورة كسر عشري او كسر اعتيادي او عدد كسري وبالعكس. مثلا يعني شنو؟ يعني عندي 20%، أقدر أكتبها 20 على 100، وأقدر أكتبها الصيغة العشرية 20%، هاي الصيغة الكسرية بكيفي. عندنا مثال: ما النسبة المئوية لعدد الأزهار الحمراء إلى عدد الأزهار الكلي؟ النسبة هي شنو؟ عدد الأزهار الحمراء إيش قد عددهن؟ عددهن 5، وعدد الأزهار الكلي 10. فش أسوي؟ بقى من تبدون تحولون إلى النسبة المئوية، دائما يضربون المقام في عدد بحيث يكون حاصل الضرب مالتهم 100. يعني شلون؟ مثلا اذا 10 اضربه في 10، حفظوهن ذني. اذا 2 اضربه في 50، اذا 4 اضربه في 25، اذا 5 اضربه في 20، ذني اللي عندي، واذا 10 اضربه في 10. غيرهن ماكو، غيرهن ماكو. زين، شوفوا، فضرب 5، تضربون مو تضربون بس المقام، تضربون البسط والمقام، فصار 5 على 10، 5 في 10، و10 في 10 صار 50 على 100، وطلع 50% على صورة نسبة مئوية. يقول ملاحظة: إذا كانت النسبة المئوية أصغر من 100 فنحصل منها على كسر اعتيادي والعكس صحيح. يعني مثلا 23 على 100 هي منطيني إياها، 9 على 10 أضرب 9 في 10، و10 في 10 طلعت 90%. إذا كانت أكبر من 100، مثلا 264%، معناها شنو هاي؟ 264 على 100، يعني 2 و64 على 100. زين؟ لأن 100 في 2 200، زائد 64 264 على 100. شوفوا هنا عندي عدد كسر، واحد عدد صحيح وواحد على 2، فأقول 2 في 1 2، زائد 1 3، فيصير 3 على 2. و3 على 2 قلنا 2 نحولها الى 100، فلازم اضرب في 50، اضرب في 50، ف2 في 50 و3 في 50 صار 150 على 100، وصار 150%. زين، فاجي هنا فقرة احل صفحة 105. في فقرة احل صفحة 105 اعزائي الطلبة، راح نحلها احنا وياكم. هاي فقره داخله بالامتحان الوزاري، فقره احل صفحه 105: اكتب كل نسبه مئويه على صوره كسر اعتيادي او عدد كسري. من يقول لي كسر اعتيادي او عدد كسري؟ 30%. شو تكتبوها؟ 30 على 100، وتختصرون الصفر، صفر غير صفر يروح، يبقى 3 على 10. 50 على 100 يعني 50 على 100، 5 على 10. 120 على 100 معناها شنو؟ 12 على 10، إذا خليتها هيك صحيح. تريد تختصر، تختصر على 2، هاي بيها 5 العشرة، وال 12 بيها 6، أو تكتبها بهذه الصيغة: 1 عدد صحيح و2 على 10. تكتب بهذه الصيغة: 1 عدد صحيح و2 على 10، دائما هذا العدد الصحيح اللي هو الواحد بصف الرقم العشرات أو المئات، وتكتب 2 على 10، اكو اختصار، هاي بها 1 هاي بها 5، فتصير 1 و1 على 5. 460%، 460 على 100 قلنا معناها شنو؟ 46 على 10 معناها 4 و6 على 10، وال6 على 10 بها اختصار على 2، راح يصير 3 على 5، ويطلع لي 4 و3 على 5. هذا بالنسبه من كتبنا النسبه المئويه بصوره كسر اعتيادي او عدد كسري. كسر الاعتيادي شنو يعني؟ كسر اعتيادي يعني بيه عدد صحيح. كسر عادي عدد كسري يعني ما بيه عدد صحيح. اجي هنا أنا اكتب
كل نسبة من مئوية من ما يلي على صورة كسر 20، 6%. يريتها على صورة كسر 20 يعني 6%، يعني فارستين، خلوها ببالكم. 28% يعني 28% ماكو فوارس. 125% يعني معناها واحد عدد صحيح، خلوها ببالكم، واحد عدد صحيح و25%. 346% يعني معناها ثلاث عدد صحيح و46%، تقسموها على 100، فثلاث عدد صحيح و46%. زين، اكتب كل كسر اعتيادي او عدد كسري على صورة نسبة مئوية. بالعكس، نسبة مئوية قلنا لازم مقامها نسويه 100، فسبعة على 10 اضرب في 10 المقام والبسط، فراح يصير 70 على 100، تطلع لي 70%. 4 على 5، 4 5 قلنا ليش نضربها؟ نضربها في 20، 5 في 20 نضرب البسط ايضا 4 في 20، راح يصير 80 على 100 وتنكتب 80%. اذا جاني هيك كسر اعتيادي شو اسوي؟ اسوي اتخلص من العدد الصحيح، 4 في 2 8 زائد 1 9، 9 على 4، فاضرب في 25، 9 في 25 واقسم على 4 في 25، يطلع لي 225 على 100، وراح يطلع لي 225%. هنا 10 في 6 60، زائد 3 63، 63 على 10 اضربها في 10 واضربها في 10، راح يطلع لي 630 على 100، يطلع لي 630%. السؤال اللي بعده، اكتب كل كسر عشري على صورة نسبة مئوية. هنا كسر عشري اريده الى نسبة مئوية، 9 بالعشرة معناها 9 على 10، اضرب في 10 يصير 9 في 10 و10 في 10 يطلع 90 على 100 ويطلع 90%. 21% يعني 21 على 100 يطلع 21%. 4 عدد صحيح معناها و3 على 10، انتبهوا هنا فارزة واحدة يعني 3 على 10، يعني شنو معناها؟ 10 في 4 40 و3 43 على 10، تضربون المقام والبسط في 10 عم تحولوه الى 100، يصير 430 على 100 ويطلع لي 430%. 28% معناها 20 على 100 و8 عدد صحيح، 100 في 8 820، 820 على 100 يطلع لي 820%. زين، يقول المسائل استعمل الجدول المجاور واكتب النسبة المئوية لعدد الأسماك التي يفضلونها التلاميذ. عندنا أول شيء النوع والعدد، عد الزبيدي سمك زبيدي عدد 10، الشبوط 15، الصبور 5، البني 20. عندي زبيدي إلى الصبور 10 على 5، ليش؟ لأن الصبور 5، فصير معناها احولها الى نسبه مئويه، اقول 10 في 20 لان الخمسه لازم اضربها في 20 على مده تتحول الى 100، يصير 200%. الشبوط الى البني 15 على 20 يعني ال 20 اضربها في 5، اضرب المقام والبسط في 5 راح يطلع لي 75 على 100، 75%. زين، زبيدي الى العدد الكلي يعني 10 على 50، اقول 10 في 2 على 50 في 2 راح يطلع لي 20 على 100 ويساوي لنا 20%. البني الى العدد الكلي 20 على 50، العدد الكلي اتمحن 10 زائد 15 25 و5 30 و20 50، اقول 20 على 50 يعني اضرب ال 50 في 2، ف20 في 2 40 و50 في 2 100 على مود احولها الى ال 100 تصير 40%. هذا اعزائي الطلبه كل ما موجود في النسبه المئويه، درس سهل وبسيط ويجي بالوزاري يجي عليه فرح، فحاولوا انه لا تضيعون الدرجة من عندكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.